وإلى متابعة أخبار المنتخب واتحاد الكرة، حيث كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني عن وجود مفاوضات مع البرتغال وبيلاروسيا لإقامة مباراتين وديتين خلال شهر مارس أو مايو المقبلين، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الوديتين عقب حسم المفاوضات مباشرة. وأوضح لهيطة أنه اجتمع مع الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أمس الجمعة، وأبلغه بالمكان الذي اختاره لإقامة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018 في روسيا، والذي ينطلق في يونيو المقبل، وسيعلن عنه غدا الأحد بعد طرح الأمر على هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة. كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الدوري والكأس سينتهيان يوم 21 من مايو المقبل وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب الاستعدادات لكأس العالم في روسيا 2018. وقال حسين أنه اجتمع مع هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب واتفقا على ضرورة انتظام المسابقة حفاظا على مستوى اللاعبين المحليين، بجانب أنه لن يستطيع استقدام اللاعبين المحترفين إلا في التوقفات الرسمية. فاز المنتخب الوطني للشباب على منتخب موريشيوس تحت 20 سنة بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدورة كوسافا المقامة حاليا في زامبيا. وأحرز الهدفين عبد الرحمن عمرو بوجي في الدقيقتين 27 و80 من عمر المباراة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة طبقا لاختيار اللجنة المنظمة للبطولة. وكان المنتخب المصري قد فاز في الجولة الأولى على موزمبيق 1-0، ويختتم مبارياته في المجموعة يوم الاثنين المقبل بلقاء منتخب جنوب أفريقيا تحت 20 سنة.